إنما فيه اثنين، فيه اثنين صداقتي لهم صداقة معرفش، يعني عبارة عن كيان لي أنا، يعني أنا بحسب نفسي أني أنا شخصين، أنا وفريد الأطرش، بحسب نفسي شخصين أنا وصباح. لكن هل هذا يمنع أني أنا أحب محمد عبد الوهاب ولا أحب عبد الحليم حافظ؟ وهم يعلموا هذا، يعلموه علم اليقين. قلت لي مثلا، تعرف ان انا شايفه شبه بينك وبين الاستاذ فريد كده والله. يبقى يعني لو كنت ولاد عم هعمل مطرب واعطل عليه بقى. يعني استاذ فريد الاطرش هو اقرب او اصدق الناس ليك. لا شك. ممكن اعرف كتبت عنه ايه في نجوم على الارض؟ انا احب اني قبل ما اقول لك ما كتبته عن فريد الاطرش، احب اقول لك واقول للجمهور عن حادثه مهمه كتير تثبت الاخلاق الحقيقيه او الجانب الخفي من اخلاق فريد الاطرش، وليه خلتني انا بقول لك اني عباره عن شخصين، انا وفريد شخص واحد. سنه من السنين، وكانت هذه السنين بعيدة زي ما قلت لك أكثر من 20-25 سنة، وكان هو يمر بأزمة مالية عابرة، وكنت أنا أمر بأزمة مالية صعبة كتير. فوجدت نفسي نهائيا، يعني عشان ما نطولش لأنها لها حادثة طويلة على النهاية، وجدت نفسي يوما ما في المستشفى وأنا لا أملك شر ونقير، والجميع اصدقائي ابتداء من يوسف وهبي ابتداء لعبد عبدها جميعا زي ما قلت لك. وجدت جنبي واحد اسمه فريد الاطرش، ولا واذيع سر، واذيع سر عشان ااكد لك ليه فريد الاطرش له هذه المكانه في قلبي حتى الان وحتى الممات. فريد الاطرش اياميها ما كانش يجد اجره بيته في أثناء ما أنا موجود في هذا المستشفى، وكلهم عرضوا علي عاوز إيه، عبد السلام يوسف وفلان وفلان وعلان بالكلام، إنما لو طلبت أكيد يعني ينفذوا لا شك في هذا. فريد أطرش ما سبش سريري لحظة واحدة رغم الضيق اللي كان فيه. ثم فريد أطرش راح استلف، مش عشان يدفع أجرة بيته، لا، راح استلف علشان يدفع أجرة المستشفى اللي قعدت فيه 40 يوم وأجرة الطبيب. فأنا هذا الشيء هو ده اللي عمق صداقة فريد الأطرش في نفسي، وجعل فريد الأطرش بالنسبة لي أنا صديق مهم كتير ونبيل كتير. وأما في مختص بصباح فثقي إن لو حصل هذا الفصل يتكرر مرة ثانية لا سمح الله هتعمل زي ما عمل فريد، لأنها بنفس مستوى أخلاق والفضائل التي يتمتع فيها فريد نحو أصدقائه. ما فيش شك الواحد يعرف أصدقاء وقت الأزمة، وقت الشدة طبعا. كتبت عنه إيه؟ هقول لك يا ستي، كتبت عنه في الصديق الأدب العزيز، الأدب النابلسي الله يخليك، الذي نكتشف الليلة في نجوم على الأرض. الله يخليك يا ستي. فريد الأطرش لحن وغناء وأخلاق الملوك، فنان كبير جرى فنه في دمه وروحه وحياته، له في اللحن والغناء أسلوب لا يدانيه فيه أحد، فنه ينبع من شرقيته ومن وجدان أصيل، أبرع من عزف على العود لا يزاحمه فيه مزاحم، تغنى بألحانه الناس وأخذ منها الغرب أغنيات رددها في مسارحه وإذاعاته وملاهيه، صعد السلم درجة درجة وعلى كل درجة سكب دمعة ونضح عرقا، كان يعلم أن المجد وحش مفترس وما زال بالوحش حتى روضه وامتطاه، إحساسه مرهف
كالسيف ذي الحدين، كلمة منك تسعده وكلمة منك تشقيه، وهو دائما يجرح نفسه ولا يجرحك. له 1000 أذن يسمع بها كلاما يؤذيه، وهو لو شاء لاستمع بأذن واحدة إلى ما يطربه ويرضيه. شكرا يا أستاذ عبد السلام. الحقيقة أنا مش عارفة أشكرك إزاي، أولا للأدب العظيم الرفيع والشعر الحديث اللي سمعناه النهاردة، وعايزة بقى بالمناسبة دي نختتم البرنامج بأغنية لصديقك العزيز فريد الأطرش اللي تكلمت عنه. أيوة أنا هختار له أغنية، وأنا آسف أكثر منك لأن الوقت يعني أسرع نحونا وما قدرتش أكمل اللي كتبته عن الأستاذ فريد. فالناس طبعا قبل كده قروه في الشبكة، قال لي أحب أني أسمع لفريد والناس كتير بيحبوها غنوة وطنية ممتازة. أفتكر أنت عرفتي.